يعني ايه الزرع فاز يا استاذ؟ تقصد ان انا معرفتش ارب ابني؟ شكرا يا محترم. الله ينور عليك يا اسلام، عملت لي اهم حاجه المرايات. جاي مدرسه النهارده يا اسلام؟ لا والله يا محمد، النهارده انا هذاكر في البيت. مذاكره ايه وبيت ايه؟ هو الواد ده بيجي معاك المدرسه؟ ايوه بابا، اسلام معايا في المدرسه ويطلع من الاوائل. يعني ابن البواب بيطلع من الاوائل وانت ما بتفتحليش كتاب؟ انا بقى هعلمك الادب. وانت دخلت مدرسه ابني ازاي اصلا؟ انا من بكره هنقلك من المدرسه دي. يلا امشي، مالكمش شغل عندي تاني. تعال انت بقى عشان اعلمك الادب.